كتب رجل بخيل رسالة إلى زوجته: زوجتي الحبيبة الغالية، لا أستطيع إرسال راتبي هذا الشهر، لذا سأرسل لك 100 قبلة، زوجك المخلص. وبعد أسبوع أرسلت الزوجة رد إلى زوجها: زوجي الغالي، شكرا لقبلاتك 100 وإليك تفاصيل صرفها. للنفقات أنفقت لبائع الحليب 2 قبلة، وانفقت على البقال 7 قبلات، وصاحب المنزل يأتي كل يوم يأخذ 1 أو 2 قبلات، أناس آخرون كالبواب والجزار أخذوا ما يقارب 40 قبلة. لا تقلق، لا زال عندي 35 قبلة حبيبي، واتمنى أن تكفيني لهذا الشهر، وسوف أتبع هذه الطريقة في الأشهر المقبلة لأنها حلت لي الكثير من المشاكل. زوجتك المخلصة.